أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا يا طيبين، كيف صحتكم؟ إن شاء الله أموركم بخير، يا رب دايما تبقوا بخير يا رب. الله يفرج علينا وعليكم وعلى أمة محمد يا رب. طبعا قبل ما أحكي عن موضوع اليوم بدي أنوه على شغلة كتير ضرورية وكتير مهمة. هن موضوعين، يعني موضوعين. أول موضوع اللي هو موضوع تنزيل اللعبة على التليفون. يا شباب صدقا بالله العظيم، صدقا بالله، صدقا بالله، لو أنا بدي أغش بهذا الموضوع أنا كنت غشيتكن وكنت وهمتكن وأنا بطلع براني. يعني عندي كذا دليل، وإذا بتحبوا اللي سمع كلامي يكتب لي بالتعليق يقول يا أبو أحمد طيب اثبت لنا كيف بدك تضحك علينا او كذا، بس بتلك بعمل لك فيديو بفرجيك بعينك اني انا بامكاني اوهمك اني انا نزلتها على التليفون واللعبة بتليفوني وعم بلعب فيها، بس اللعبة ما هي بالتليفون، ما هي موجودة بالتليفون، بس انا بوهمك انه انا اللعبة بالتليفون. هي اول نقطة. الموضوع امبارح بالليل نزلت اللعبة على التليفون وفتح معي شغلات استغربت منها، سكينات السيارة والتريلات وهالأمور هاي كلياتها، بس طلع فيه يعني ما بعرف في شيء ما عم بكمل. يعني هاللعبة بالذات ليش هيك حيصرينا؟ يعني حيصرينا بصراحة حصرة قوية. يعني والله ما هي سهلة تنزل على التليفون، لا أما في شركات بتقول لك دخل رقم التليفون هذا بس مشان تاخذ منك رصيد. يعني انا جربت وعبيت رصيد وخلصت رصيد 5 دنانير وعلى الفاضي، يعني ما انثبت معي شيء، ما بين معي شيء ابدا. فان شاء الله بدي الاقي لها حل. طبعا لقيت انا اكثر من لعبه شبيهه فيها على التليفون ومهكرات، يعني مفتوح فيهم شو اسمه السيارات اللي قدام وفي مصاري، وطبعا اللعب موجودين بسوق بلاي، يعني هدول اللعب موجودين بسوق بلاي بس مهكرات يعني مفتوحين. فأنا بدي أحاول أني ألاقي، طبعا لقيت برنامج لهذا الموضوع، فبدي أحاول أني ألاقي لعبة تكون شبيهة فيها. خليني أقول لك بنسبة 60-70% رح أعمل لها فيديو فورا، ومع ذلك ما رح أستثني اللعبة الأصلية أني أنزلها على التليفون. هذا خلصنا منه هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي هو موضوع البرومود، ما بعرف في مشكلة بموقع البرومود بالتحميل، عم نحمل الملفات عم بطلع الملف ما عم بفتح بفك الضغط، هو ملف واحد هو الأساسي بالبرومود. فعم بدي أشوف، يعني بدي أشوف إيش الموضوع، مع أني طلبت أكثر من شخص يحمل الملف نفس القصة. فالموضوع هذا ما بعرف، يعني ان شاء الله بنلاقي له حل باذن الله، وانا وعدكم بالبرومود رح ينزل، رح ينزل. هلا في عنا هاي السياره اللي هي الاسكانيا 143، طبعا هذا للقديم عنوان مثل ما بقولوا، للقديم عنوان جايبكم هذا المود. طبعا هلا انا بدي اترككم مع السياره وحركات الكاميرا الحرة، حركات الكاميرا الحرة بالسيارة وحركات الكاميرا اللي هن الكاميرا، يعني حركة الكاميرات اللي موجودين في اللعبة.
طبعا هاي السيارة المود بإذن الله رح تلاقوه على صفحتنا على الفيس، وأنا أتمنى إنه أي شخص بيشترك عندي بالقناة يشترك عندي بالفيس، لأنه الفيس والقناة مربوطين مع بعض، لأنه القناة بتقدم الشرح والفيس بيعطيك الرابط، لأنه أنا بدي أحمي قناتي من بدايتها، ما بدي إنه يجيني ولا إنذار بالنسبة لموضوع تحميل الروابط. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. رح أعطيكم فكرة عن السيارة، هلأ بندخل. هاي السيارة من جوا، هاي عمنا الشيخ، هدول من القدامى في اسكانيا يعني. تمام، هاي سيارتنا من جوا، خلينا نطلع لبرا. طبعا هاي التريلا موجودة على ستيم، اللي عنده اللعبة الأصلية فينو ياخد التريلا من ستيم، وراح احط الرابط بنفس يعني كمان راح احط الرابط مع شو اسمه مع السيارة ان شاء الله. طبعا هاي هي سيارتنا، طبعا يا شباب انا هيك عم بمشي بالكاميرا الحرة. هاي شايفين الاسكانيا، هاي سيارتنا. هاي السيارة يعني مثل كأني واحد عم بيع السيارة على الطريق. طبعا هذا ضوء، شايفين هاي داخليته من جوا، طبعا الحج بحب ياكل اكلات يعني، بس كلها ماركات ما شاء الله، يعني ما في شيء الا ما هو ماركة يعني، كله ماركات. هاي داخليتها من جوا، طبعا هاي داخليتها بالليل. فيها مكيف. وهلا طبعا رح اترككم هلا مع السيارة، وكام حركة هيك بالكاميرات تتفرجوا عليها.
وهي السيارة إن شاء الله بتلاقوها ب رابط السيارة مع رابط التريلا موجودين على صفحتنا على الفيس. وسامحوني يا طيبين إذا كنت عم بقصر معكم. طبعا هذا الفيديو أنا كنت بصراحة والله إني امبارح للساعة 4 الصبح وأنا سهران على موضوع شغلتين، موضوع البرومود وموضوع التليفون. وبالأمانة بالأمانة امبارح بالليل سويت فورمات للتليفون كرمال موضوع تنزيل اللعبة على التليفون، وأنا من نوع إن شاء الله إني ما رح أستسلم، بإذن الله إني ما رح أستسلم ورح تنزل اللعبة بالطريقة الصح إذا الله قدرنا إن شاء الله وتعالى. ولا رح أتركن مع السيارة ورح أودعكن من هلأ. طبعا ديروا بالكن على هالقناة وديروا بالكن على أخوكن أبو أحمد، والله إنه إن شاء الله أنا يعني عم بحاول أقدم لك شيء جديد، عم بحاول أقدم لك إنه بأوانه يعني إن شاء الله وتعالى. بس ما رح أقولكن أكتر من هيك يعني، بس ما بقول لك إنه هالقناة قناتك وإنت حر بالتصرف فيها، شو ما عملت إنت حر. استودعتكم بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهلأ بتركك مع السيارة وإن شاء الله بتلاقي مثل ما حكينا كل شيء بهذا الموضوع روابط بتلاقيهم على صفحتنا على الفيس. السلام عليكم.